توسيع التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية في كل المجالات. السيسي يوجه باستمرار جاهزية الدولة للتعامل الفعال مع كورونا وسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع توشكا وبدء الانتاج الزراعي. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض عدد من الموضوعات، في مقدمتها الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي والعلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة الأفريقية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى متابعة الجهود الحكومية فيما يتعلق بالتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، وأيضا رفع كفاءة منظومة الري على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك الجهود الوطنية لاستعادة الحركة السياحية فضلا عن الاستعدادات الجارية حاليا لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد محافظ البنك المركزي والسيد رئيس المخابرات العامة والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، الموارد المائية والري، السياحة والآثار، القوى العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، الداخلية، والتجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من الموضوعات، في مقدمتها الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي والعلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى متابعة الجهود الحكومية فيما يتعلق بالتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، وأيضا رفع كفاءة منظومة الري على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك الجهود الوطنية لاستعادة الحركة السياحية فضلا عن الاستعدادات الجارية حاليا لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض في هذا الإطار كافة جوانب تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في استشراف مجالات تعاون جديدة ومشروعات مستقبلية تحقق العائد الإيجابي المرجو في إطار من المصلحة المشتركة، وعلى نحو يعزز كافة جوانب التعاون المشترك بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية، خاصة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية والنقل والربط الملاحي لتعظيم قيمة حجم التبادل التجاري المشترك. كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع أيضا على بعض مشروعات الري واستصلاح الأراضي، خاصة بتوشكا في جنوب الوادي. كما تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجامعي الجديد، أخذا في الاعتبار الدروس المستفادة من تجربة جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تمت في هذا السياق، حيث وجه السيد الرئيس باستمرار جاهزية الدولة للتعامل الفعال مع أي مراحل مستقبلية من فيروس كورونا واتخاذ كافة الاحتياطات في هذا الإطار والالتزام باتباع كافة أساليب الوقاية والإجراءات الصحية كعامل جوهري وضروري للحد من انتشار الفيروس. كما تمت متابعة الجهود المبذولة من جانب الدولة لاستعادة الحركة السياحية الخارجية إلى سابق عهدها في مرحلة ما قبل جائحة كورونا، في ضوء الحوافز التي منحتها الدولة لتشجيع الرحلات السياحية العالمية واستئناف السياحة الوافدة إلى مصر.